أول رد فعل عاجل من السيسي بعد وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق. أنا عاوز أقول لحضراتكم إن بعد اللي حصل لفتاة الشروق حبيبة الشماع، السيسي تدخل شخصيا، وكلنا عرفنا الموضوع ده، إن السيسي تدخل بقوة في هذا الأمر وعرض إنها تسافر تتعالج بره. تعالوا نعرف بعد وفاتها الرئيس السيسي عمل إيه وقال إيه. وجهت أسرة الفتاة الراحلة حبيبة الشماع فتاة الشروق الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وقرنته السيدة انتصار عامر لتقديمها واجب العزاء في وفاة حبيبة الشماع. كان الرئيس السيسي والسيدة قرنته قد تابع صحة فتاة الشروق حبيبة الشماع بعد إصابتها في حادث إلقائها بنفسها من سيارة بعد تعرضها لمحاولة اختطاف من السائق الذي تم القبض عليه وحبسه. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرنته عن دعمهما للفتاة ومتابعة حالتها الصحية، مؤكدين على تقديم كل أوجه الرعاية اللازمة اللي تحتاجها الفتاة. شارك عدد كبير من أقارب وأصدقاء حبيبة الشماع في مراسم الجنازة. أنا عاوز أقول حاجة يعني صغيرة، مش معنى ان التطبيقات دي سهلت حياتنا ووفرت علينا وقت وجهد يبقى نسيبها تعمل اللي هي عاوزاه. انا بتكلم على تطبيقات التوصيل الذكي او النقل الذكي، ما ينفعش نسيبها تعمل اللي هي عايزاه من غير رقيب او حسيب. لا، لازم الحكومة تتدخل وتراقبها بشكل دقيق عشان تمنع حوادث زي دي من تاني. طيب ازاي الحكومة تقدر تراقب تطبيقات النقل الذكي؟ اولا لازم الحكومة تحدد شروط صارمة عشان اي شركة تطبيقات نقل ذكي تبدأ تشتغل في مصر. الشروط دي لازم تشمل التأكد من سلامة وكفاءة السيارات اللي بتستخدمها الشركة، والتأكد من ان سائقي السيارات اللي بتتعاون مع الشركة عندهم رخص سارية المفعول ومؤهلين للقيادة بشكل آمن، ولازم يتأكدوا من ان التطبيقات دي آمنة وبتوفر معلومات دقيقة عن الرحلات والركاب. لازم الحكومة تخلق نظام رقابي على تطبيقات النقل الذكي. النظام ده لازم يتضمن مراجعة دورية للسيارات اللي بتستخدمها التطبيقات دي للتأكد من سلامتها، ومراجعة سجل سائقي السيارات بشكل دوري للتأكد من سلامتهم وخبرتهم، والتأكد من إذا كان هناك أحد السائقين لديه معلومات جنائية أم لا. لازم العربيات دي يكون فيها نظام تتبع GPS، ولازم يكون فيها تسجيل صوتي للرحلات. يا جماعة، مراقبة الحكومة لتطبيقات النقل الذكي دي مش بس مسؤولية الحكومة، دي مسؤوليتنا كلنا. لازم كل واحد مننا يتعاون عشان تمنع حوادث زي دي تاني. كل اللي أقدر أقوله ربنا يرحمك يا حبيبة ويصبر قلوب أهلك إن شاء الله، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر.